يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام ومرة أخرى في برنامجكم قانون اللعبة. اليوم راح نكمل عن الجزء الأول وهو الجزء الثاني في عالم تدريب كرة اليد الخاص في الأعمار الصغيرة مع مدربنا المحلي والكويتي الكابتن ياسر الأمير. بعد البطاقة التعريفية ندردش أكثر. خلوني ارحب بالكابتن ياسر الامير، حياك الله كابتننا مره اخرى في قانون اللعبه. الله يحييك وشاهين، وانا سعيد ان اكون وياك. على راسي حبيبي. ما شاء الله عليك صراحه ملم في وايد بالمعلومات. بس عاد خلينا نشوف عالم التدريب مختلف يمكن وياي حق الصغار. بالعكس انا متواجد في هذا البرنامج عشان انت كضيوف تنورون الساده المشاهدين وتنورونا في معلوماتكم تقريبا ما شاء الله المثريه. كابتن ياسر، في الجزء الاول سولفنا عن قوانين كثيره، الحين انا بتخيل نفسي لاعب صغير داخل الميدان داش اتدرب. حجم الكره ايش كبرها؟ مساحه الملعب؟ عدد اللاعبين هل هو نفسه في عدد اللاعبين الكبار داخل الملعب؟ هذه التفاصيل حتى بعدد الحكام والله ودي اتعرف عليها. والله سؤال يعني وايد حلو ومهم. نعم. اليوم احنا نقدمه للمدربين في الفئات السنيه وكذلك لمدرسين في وزاره التربيه. حلو. اليوم خلينا نقول لك مثلا انا دشيت الصاله احاول اخطط الملعب. حلو. اولا اقنن الكره، يعني احنا دائما نستخدم كره الصفر. ايه؟ عشان يقدر يتحكم بالكره. اللي هي مقاسات. اي مقاسات. لان كل فئه عمريه لها مقاس. حلو. فناخذ مقاس الصفر، وفي بعض الاوقات يعني ناخذ حتى كرات التنس عشان يقدر يتحكم بالكره. جميل. خاصه في يعني في التدريب. اي زين. ني حق الملعب، الملعب احنا نلعب يعني طول 40 في عرض 20. نعم. والمرمى 3 متر في ارتفاع 2 متر. حلو. لما ني نلعب الصغار عشان نحاول يقدر يسجل هدف ويصوب ويستمتع باللعبه. صح. لان اذا كان ملعب وايد يعني بعيد راح يعني يحتاج الى متطلبات عاليه. اي فشو نسوي؟ ناخذ مثلا الملعب نقسمه اما 3 ملاعب. أي. او ملعبين. حلو. بحيث انه يكون العرض 13 متر والطول 20. حلو. منطقه المرمى اللي هي فيها يكون حارس المرمى يعني بدال نخليها 6 نخليها 5 5 ونص. حلو. المرمى كذلك نصغره يعني نخليه مثلا 180. جميل. في مترين الهدف منه عشان حتى حارس المرمى يستمتع في التصدي. نعم. انزين ني حق اللاعبين. القانون انك عندك مثلا 6 لاعبين في الملعب وحارس مرمى. صح. 7. حلو. مع الصغار وفي في الملعب الصغير. صح. هذا اللاعب 4 لاعبين وحارس مرمى 5. نعم. يصيرون 5 كله لهدف ان الولد يستمتع اكثر في اللعبه. صح. اليوم الاتحاد الدولي يعني يصدر وايد دورات ومنشورات انه وتحت يعني عنوان عريض. أي. وكبير. ماشي. المتعه والتشويق والصحه. ممتاز. والابتعاد يعني عن العدوانيه والعنف لان لعبتنا فيها وايد احتكاك. في احتكاك. صحيح. حلو. اروح الى نقطه مهمه انت تفضلت فيها، حارس المرمى. عاده هذا المركز قليل عيونه، لان اول ما يقول لك اوف الكره بويهي، اوف عيوني، اوف خشمي، معود ارجع متورم وش حقه وليش انا بسجل بالمرمى. شلون انتم كمدربين تخلقون حارس مرمى؟ حتى لو هو كان لاعب. نعم. ممكن تشوفه والله ميوله كنا هذا زين حق حراسه المرمى، كوزن، كطول، كبنيه، كاستيعاب، كرده فعل في الدفاع. هذه الامور شلون تنظرون لها وشلون تحببون حارس المرمى في مركزه؟ في المركز. نعم. هي طبعا صفات شخصيه. نعم. يعني في المرتبه الاولى الشجاعه. صح. يعني حارس المرمى انت اليوم كره مسافه يعني قريبه جدا قريبه. سرعه الكره يعني ما بي يعني خيال يعني في اللاعبين. سرعه سياره. نعم. يعني التصويب فتحتاج الى لاعب يعني شجاع. وايد مهم هذا رقم واحد، بالاضافه الى يعني رد الفعل وايد مهم لحارس المرمى، المرونه. نعم. ورشاقته. حلو. فيعني احنا ما تقدر تفرض على اللاعب انه يكون حارس المرمى. جميل.
وهو يطلب انه يكون حارس مرمى. ما تلبسونهم خوذه مثلا يعني مطاطيه؟ لا والله القانون يعني الى الان، مع ان القانون في كره اليد قاعد يحاول انه يحمي اللاعب، بس اتصور يمكن في المستقبل ممكن يعني الموضوع هذا يعني يدخل في كم وقت الشوط وكم شوط مثلا بالمباراه نفس المباراة؟ لا لا طبعا قانونا 60 دقيقه صحيح. الفريق هذا يعني الأول. العمومي 30 الشوط الواحد، بينهم راحه 10 دقائق. اذا مثلا خلينا نقول بطوله فيها لازم يكون فائز يعني يحتسبون الاضافي، شوطين اضافيين. تعادلوا في الشوطين هم شوطين اضافيين اثنين. كم وقتهم؟ خمس دقائق خمس دقائق. بعد الاربع اشواط الاضافيه اذا هم تعادل يحتسبون رميات الجزاء. خمسة خمسة؟ خمس رميات جزاء. وعاد لما تستمر لما تنتهي. اي الفائز. جميل جميل. بوقف وياك كابتن ياسر مع السادة المشاهدين بهذا التقرير. ورايك. من دولة الإقريق إلى ألمانيا لتصبح رياضة عالمية لا يستغنى عنها في البطولات المحلية والدولية. كرة اليد هي لعبة جماعية فنية يستخدم فيها العقل والقوة البدنية معا. وضع لها الألمان قانونا ليجعل كرة اليد ذات طابع جميل، مما ساعد في انتشارها في اتحاد أوروبا ومن ثم انتقالها إلى العالم. وقد تم تأسيس الاتحاد العالمي لكرة اليد في عام 1927. رجعنا وياكم بعد تقرير والكابتن ياسر الأمير. المشاهد الكريم مرات يستوعب اللعبة ويستمتع في تسجيل الأهداف، لكن ما يدري شنو 5-1 6-0 زون دفاع اهجم، عندك عدد رميات معينة للتسجيل. هذا الشيء على الأقل يبي يعني الواحد ينوره. المشاهد الكريم شنو هي وشلون تلعب؟ نعم طبعا احنا خلنا يعني نبسطها. أنا وصلتك الفريق الأول هنا. إيه عشان حتى المشاهدين باكر لما يشوف المباراة يعرف يعني. وهذا السؤال ساعات أولياء الأمور يعني يسألون، ولدي دفاع ولا نص ولا هجوم ولا هذا؟ لا، اليوم كرة اليد خلينا نقول فيها 6 مراحل. المرحلة الأولى هو الاستحواذ على الكرة، أنت بالدفاع مستحوذ، خلاص الخصم رماها وأنت استحوذت. جميل. بعد هي الانتقال إلى الملعب، احنا نسميها الهجوم الخاطف او الفاست بريك. فاست بريك نعم. بعدين الوصول الى منطقه الخصم والتصويب. وطبعا كل مرحله هذه لها متطلبات وحتى المدربين يشتغلون عليها عشان يكتسب فيها اهداف وسرعه في اللعب، وحتى نوعيه اللاعبين في الدخول والتبديل بالضبط في حاله الهجوم. نعم. بعدها يلعب الفريق ضد دفاع منظم. جميل. بعد الدفاع المنظم انت صوبت فقدت الكره، تنتقل من الهجوم الى الدفاع. حلو. المرحله الاخيره هي انك انت تلعب دفاع منظم اللي تفضلت فيه 5-1 6-0 3-2-1. فكل مرحله لها متطلباتها، لها لاعبينها المميزين. يعني في لاعبين بالدفاع لان احنا لعبتنا التبديل مفتوح صح، بس اهم شيء مهم انه لازم اللي داخل الملعب يطلع بعدين البديل يدش صح، لانه يصير في عقوبه اذا دش قبل. كلام سليم. فكل لاعب له مواصفات. يعني انا اقدر العب لاعب بس بالدفاع. حلو. بس بامكانه انه يروح بالهجوم. حلو. يعني ينتقل من الدفاع للهجوم. نتكلم بشكل ان المدافعين كلهم يروحون في الهجوم. حلو. مراكز اللعب هو الجناح الأيسر والجناح الأيمن، الظهير الأيسر والظهير الأيمن، وصانع اللعب ولاعب الدائرة. يعني هذه مراكز اللعب. طبعا يتنقلون والتكتيكات ممكن تلعب 2 دائرة وهذا. فأي مواصفات يعني مثلا عندنا مواصفات الخط الخلفي، مثلا لاعب طويل يكون يعني تصويباته يعني قوية، لاعب الجناح سريع ذكي يعرف يعني يلعب احنا نقول مع الحارس في التهديف. يعني مو بالضروره شوت قوي صح، ممكن يلعب يعني فنيات تصير عاليه. وبالعكس قاعد نشوف اهداف صراحه كثيره سواء حتى في رميات الجزاء
أو حتى خارج 6 متر بالضبط. ما شاء الله على 9 متر تصويبات القوية المفاجأة الجميلة، فالحركات كثيرة والفنيات أكثر. كل الشكر لك كابتن ياسر على تواجدك ويانا اليوم في حلقة قانون اللعبة بشرحك الكامل عن عالم التدريب لكرة اليد لمرحلة الصغار التأسيس. نتمنى لك التوفيق، وأنت كونك الآن مدرب في نادي العربي نتمنى العربي أيضا يعود إلى المنصات مثل ما عودونا قبل وتاريخه وزعمته في هذه الرياضة. شكرا لك. الله يسلمك. مشكور يا أبو شاهين، مشكور على تسليط الضوء على الفئات السنية، ونتأمل إن شاء الله رياضتنا تكون من أحسن لأحسن بإذن الله تعالى. دائما وأبدا نتأمل ونتفائل برياضتنا في مختلف الألعاب، ودائما احنا نقول الكويت اذا ما تشوف علمها يرفرف في المحافل الخارجيه طق بريك، ابني من الاساس، اسس صح، ومن ثم ارجع الى منصات التتويج حتى لو تاخذ سنوات طويله. على العموم وصلنا الى الختام، الوعد يتجدد في لقاء اخر ببرنامج قانون لعبه، فما